في مواكبة لنا لأزمة القضاء والقضاة في بلادنا، تقريبا داخلين في الأسبوع الثاني في اعتصام، عندهم برشا مطالب في حقيقة الأمر، من بينها تحسين وضعيتهم المعيشية والتغطية الاجتماعية والصحية لهم، ويقولوا كذلك أنهم قاعدين يخدموا في ظروف ماهيش ملائمة يعني لتجنب انتشار وباء الكورونا، فما قضاة قاعدين يموتوا ما عندهمش حتى ما يصابون بشخص يديهم في المحاكم. من جانب آخر وزير العدل عرفهم يعني يجاوبهم ويقول قاعدين يخلصوا بالقدا، تحدث على 3000 دينار للقاضي الواحد شهريا عدا الامتيازات، ويقول كذلك انه فما جهات مهامشه في البلاد اولى بتحسين الوضعيه من القضاة. انت كمواطن تونسي شنو رايك؟ والله انا كمواطن تونسي انا نعطيهم الحق، خاطر كي باش يخلصوا 3000 دينار ما تنفعهمش، كي باش يصير له واحد لا قدر الله معناه الوباء ولا حاجه مش باش تنفع، ولا تنفع صغار ولا ما تنفعوش، معناها من حق، فهمتني؟ خاطر متعرضين زاد هم، وش باش نقول لك، معناها بالنسبة لي أنا معناها نعطيهم ألف حق، خاطر هما مساكن زاد يدخلوا في كيما قلنا في السجناء في المحامين في الشعب في كل شيء، معناها متعرضين للشيء هذايا. 3000 دينار هذية هوا جماعة تقعد في البلاتوات وكل شيء من هنا يعطوا كلمتين يخرسوا في 13 مليون مشوا في 3 ملايين، معناه بالرغم معناه لا أراك الله مكروه، تبدأ في البلاتو عريانة وتبدأ توري معناه في حاجات للشباب هذية كل شيء اللي ما يصلح بحد شيء ويخرسوا في 3 ملايين. ثم ديفرونس ثم ناس قاعدة تولي لحد الآن تبات بلاش، وأنا نعرفهم كيما نعرفك أنت، نورمالمون يعملوا تسوية، أنت عندك مرتب لاباس بيه، خلي الأولوية لغيرك، ثم ناس ما لقيتش باش تاكل الخبز، وأنت تاخذ ب 3000 دينار واللي في 2000 دينار، القناعة راهي باهية، لكن شنو العمل والمطالبة، ما تعملش اعتصام. اعمل وطالب، اخدم وطالب باش ما تعطلش حركة المرور، فهمتني؟ اخدم وطالب، لان الدولة محتاجة تو ما يساعدهاش باش انت تجي انت تعمل اعتصام ولا صاحب معمل اعتصام ولا صاحب شركة، شكون اللي باش يدفع الضريبة؟ تونس الدولة هي باش تدفع ضريبة، الدولة باش تدفع ضريبة، راه مش باش يدفع صاحب المصنع هذا ولا صاحب، لا بالعكس سونس كونترير، نورمالمون الاعتصامات هذوما يأجلوها لوقت ثاني حتى تخرج تونس بدرجة، فهمت؟ لكن باش نكونوا موضوعيين، ممكن الزيادة في الشهر هذه نجموا نحكيوا فيها، لكن يقولوا أيضا القضاة أنه قاعدين يموتوا جراء وباء الكورونا، ما عندهمش حتى ماء وصابون في المحكمة باش يغسلوا يديهم. هذه من حقهم، من حقهم باش يطالبوا بها، هذه من حقهم ومن حقكم ومن حق كل مواطن باش يحمي روحه ويحمي غيره، فهمني؟ بالنسبة لي أنا نعطيهم الحق، لكن في الزيادات هذيك نجم نقولوا لهم يا خويا أجلوا الزيادات ونحو الإضرابات هذه، خلوها البلاد راهي محتاجة تو راهي في داخلها في حيط، خلاها تتريح شوية، خلاها تعمل راس مال شوية، وبعدين طالب بعدين طالب، وأنت تشد الدولة تشد بزمام الأمور، أنت إجا طالب وما تسكرش الطريق ولا تسكر مصنع، علاش؟ المستثمرين ما حابوش يدخل تونس من اجل هذا، اذا كان المستثمر انت يجي من برا باش جيانا ولا غيره باش يسكر لك المعمل يعطي منك اعتصام قدام المعمل، شكون باش يخسر؟ باش يهز معونه نتاعو يهز فلوس ويهرب. انا من راي وزير العدليه، علاش؟ على خاطر بالنسبه للقضاة، فهمتني؟ اذا كان وصلت لها الكارثه هذه حتى مين ما يخسرش ما يلقاش فين يغسل في يديه، هذه امور الحقيقه ما تجدش على جد، كان على المهبولات، فهمتني؟ اما بالنسبه للواحد فعلا معناها يلزم الناس تلتفت للناس اللي معناها اللي ما عندهم جمله، تو ياخذ 3000 و4000 دينار وكل شيء، فهمتني؟ واحد وهي هذه عملها عاملينها تعلى حقها راهم باش ما ينحرفوش، فهمتني؟ ضمان استقلاليه القضاء. لا هذه فتوى للجيعان، علاش؟ على خاطر اللي يحب يكون مستقل يكون مستقل ولو على الحصيرة، خاطر هذايا داخل في الفون تاعو، مش مش
مش حكاية مالية، حكاية هو من داخل، هو مستقل ولو يبات على حصيرة. أما هي عاملينها فتوى للجيعان وكل شيء على خاطر هما قلوبهم بالديدي، أمورهم تعبة، وبالأخص من اللي عملها شد الوزير العدلية كالبحيري، هو اللي دخل فيهم غولة وهو اللي عمل فسد الدنيا الكل، فهمتني؟ والإخوان جي راهم وكل شيء، فهمتني؟ حاجة اللي يحطوا عليها يديهم أعوذ بالله كالعام ببراك، ما عادش تقوم لها قائمة، فهمتني؟ وهما هاوكا باش تفهم اللي هما أمورهم تعبة، مش حتى ماديا هي، تعبة حتى أمور أخرى. هاوك تشوف انت في القضاة وزعب رئيس محكمة الاولى ولا ندري شنو محكمة التعقيب القاضي الاول نتاع محكمة التعبئة نتاع واحد والاخر نتاع الارهاب، فهمتني؟ هاوك ولاو كنساء ينقروا لبعضهم، فهمتني؟ هذا شنو عمل وهذا شنو عمل، وفهمتني؟ والصحيح ربي يجيبه، فهمتني؟ وهما امورهم تعبة اصلا. وقلت لك والصحيح اللي متربي على المبدا ومتربي على الحق حق، قلت يا ولد نيتا حتى على عصير يبات في الأزمة نحسنوا. صحيح فما مش القضاة الكل، ما فما قضاة يستحقوا المعاونة، وزاد الشعب البقايا مهمشة أكثر من القضاة، زاد يلزمهم خاطر هما الأولوية، خاطر فما ناس ما عندهاش باش تاكل جملة، على الأقل قضاة تاكو عنده شهرية وعنده خدمته يخدمها، فهمت؟ والقضاة زاد يلزمو يحسن من خدمته، يلزمو ما يخممش في الضغط اللي هو عليه قداش مرة القضاة نتفرج فيهم أنا في الإعلام يحكوا عليهم ضغط، هذا يلزموا من حاهم من مخاخهم، خاطر القاضي عنده سلطة قوية ياسر، وهو الوزير نتاعهم يلزموا يريكلاماسيون حتى في الإذاعة الأمور هذيا، معناتها القاضي الكبير ولا المسؤول في القضاء ما ينجمش في أمور قانونية ما ينجمش يدخل فيه لا رئيس دولة ولا وزير ولا حتى شيء، يلزموا يطبق القانون على الإنسان الزوالي وعلى وزيره وعلى كما في الأوروب كما في أي دولة عربية، فما برشا دول يلزموا القضاة يلزموا يتحكم بالقانون عدليا فوق الناس الكل، فوق الرئيس الدولة فوق الوزير وفوق أي مواطن. هذاك علاش معناتها يلزموا القضاة الكل يلزمهم يفيقوا لي ديتاي هذا، يلزمهم يخدموا خدمتهم بصرامة وبحقيقة وما يخموش في الضغط ويريكلاموا على الضغط، ويلزمهم يخدموا خدمتهم صحيحة باش من بعد كي ريكلاماسيون باش يعملها على اللي يقولوا فيه هذا، معناتها باش في الزيادة تولي معناتها تولي 100% تولي حاجة لوجيك.